تعالوا نشوف مع كابتن حمد ابراهيم دلوقتي يعني هيقدروا يحققوا طموح جماهير الاسماعيلي. المدرب العام للنادي الاسماعيلي كابتن حمد، مساء الخير، مليون مبروك يا كابتن. يا حماده مساء الفل يا حبيبي، ازيك؟ مبروك. الله يخليك. والله الحمد لله محمد، ربنا يخليك. مبروك، مكسب مهم الله يبارك وفي توقيت مهم والله، ومحتاجينه وجمهور اسماعيليه محتاجه، واكيد يفرق معاكم كتير جدا في الفتره اللي جايه، برغم ان الموسم خلاص احنا بنقفل الموسم، لكن انت محتاج برضو تفرح الناس اللي بتشجعك دي، وهم يعني يستحق الناس دي انها تفرح يعني. والله الحمد لله ابو حميد، بحمد ربنا وبشكر ربنا. مباراه النهارده انا بقول ان هي مكافاه للاعيبه على المجهود اللي عملوه طول السيزون، سيزون صعب جدا، حصلت فيه بعض المتغيرات الكبيره جدا في تغيير اللعيبه واماكن اللعيبه، واولاد صغيرين بتطلع، يعني حاجات كثيره حصلت، لكن انا بقول ان النهارده الحمد لله ان هم كانوا جوه التنظيم شغالين بشكل كويس جدا، مع قدرنا نكسب فرقه كبيره، ودي حاجه مهمه جدا طبعا، وده اللي قلنا للعيبه ان في الدوافع نفسها، ان انت لازم تبقى انت حاسس بنفسك وحاسس ان انت ممكن ربنا يكافئك انك تقدر تعمل حاجه اخر السيزون بعد الدوري ربنا كرمنا، لكن ممكن بقى مكافاه ربنا ان تيجي في ماتشات الكاس البدائيه انك تصعد دور، او يبقى عندك حلم بقى انك انت تحاول النادي وجماهير النادي صح، انك تقدر عندك منصه تتويج بعد 3 مباريات بالظبط، انت ازاي تقدر تعمل الكلام ده؟ فمهم جدا، كلها 9 ايام، هي القصه كلها في 9 ايام، تسترجل فيها بقى وتموت نفسك، هتفرق كتير جدا 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 مع نادي الاسماعيلي. ما هي الكلمه اللي انت بتقولها دي يا ابو حميد تلخص كل حاجه، بس طبعا في الاول وفي الاخر محتاجه مجهود كبير جدا طبعا طبعا انك انت تقدر تعمل الكلام ده، وده اللي احنا قلناه للعيبه، تقدر ازاي تقف وتقدر تشتغل ازاي وتقدر تبقى تساعد بعض ازاي في الملعب، وان يبقى عندك حلم انك انت تقدر تحققه بعد 3 مباريات، تقدر توصل لمنصه التتويج، لانك انت لما يحصل تتويج ان شاء الله هو ده اللي انت هتحس بالقيمه بتاعتك. صح. لسه لغايه دلوقتي الامور انت مش حاسسها، لكن ان شاء الله نقدر نكسب، ولازم يبقى عندك يقين بربنا ان انت تقدر تكسب، فدي كانت حاجه مهمه جدا للعيبه النهارده باذن الله. الاستقرار هو اللي بيجيب النتائج الجيده، مكملين كجهاز بقياده كابتن ايهاب جلال مع الاسماعيلي ان شاء الله. والله وانا قلت لك انت بتشتغل في نادي كبير جدا، وانا بقول ان في تفاهم كبير بين مجلس الاداره والكابتن ايهاب، ودي حاجه مهمه جدا، زي ما قلت لك في ثقه كبيره جدا، لان انت ماسك فريق كبير طبعا، وزي ما قلت لك في متغيرات كبيره حصلت السنه دي يا محمد، في تغيير اللعيبه وبعض اللعيبه اللي ما كانش ليها دور في النواحي الفنيه جوه الفرقه ما قدرتش تكمل معانا، فكنا لازم كنا نفصل مع لعيبه كبيره انت مشيتها، مع 2 لعيبه مهمين جدا انت مشيتهم في بدايه السيزون عشان تقدر تفك القيد، مع ديون كبيره جدا المجلس ده جه لقاها جوه النادي ما كانش له ذنب فيها. صح. وبيحاول يحل الكلام دوت. صح. فانت بتحاول بقى ابو حميد بتمشي على يعني مع الخط وانت شغال جوه النادي، انك انت ازاي تقدر تعمل حاجه تبقى في مصلحه النادي، انك انت ازاي تسدد الديون وازاي تسدد الغرامات الكبيره جدا على النادي، وفي نفس الوقت انت عايز تحافظ على شكل الفرقه، لكن مهم جدا ما في نفس الوقت برضو انت عندك احتياجات، مش هنضحك على بعض، انت محتاج احتياجات، محتاج تعاقدات جديده، محتاج لعيبه في مراكز مختلفه، هي دي اللي هتبتدي ترجعك، هي دي اللي هترجعك تاني. انا بقى ده المدخل التاني يا محمد اللي انا كنت جاي اتكلم فيه، انك انت لازم الفتره اللي جايه يكون في لعيبه على قدر واسم النادي الاسماعيلي، بالظبط، لان السنتين ثلاثه اللي فاتوا ابو حميد المشاكل اللي كانت جوه داخل النادي كانت بتخلي فيه لعيبه كتير تيجي ما كانش ليها اماكن في الناحيه الفنيه جوه الفرقه، لكن بتكلف النادي مبالغ كبيره جدا، وده اللي كان معلش سامحني ده في لعيبه ما تعرفش اصلا جت، يعني اللعيبه دي اصلا كانت بتلعب كوره ولا لا؟ يعني دي كانت مستويات غريبه جدا. عندك حق يا ابو حميد، لكن عشان كده بنقول هي التنقيه بقى، انت العين اللي هتشوف لازم تجيب لعيب قادر على اسم النادي الاسماعيلي، قادر ان هو يلعب الكوره المختلفه اللي الجماهير بتحبها، قادر انه يلعب تحت ضغط، قادر ان هو ينافس طول السنه، عندك جماهير محبه جدا للنادي، بتضغط على الفرقه بشكل كبير جدا، هم الجماهير نفسهم عايزين يفرحوا، فدي حاجات مهمه جدا في الاختيار وفي انك انت ازاي تنقي اللعيبه يا ابو حميد، فده المهم الفتره ان شاء الله. كنت مخبيين ان بريس فين؟ مخبينه فين الراجل ده؟ والله هو ده الراجل، ده الراجل جايب جولين النهارده في منتهى الا الجول التاني كمان. لا جون حلو جدا مع فرقه كبيره، وانت برضه هو بيأدي بقاله فتره، لكن ما كانش معاه التوفيق في احراز الاهداف،
لكن بنقول ان ربنا كرمنا النهارده ان هو جاب هدفين. أكيد أكيد. لكن الاهم من كده مكسب الولاد الصغيرين الكتير صح. اللي لعبوا النهارده في الملعب صح. حاجه مهمه كانت جدا جدا جدا، ثقه الكابتن ايهاب وجرأته ان هو ما مش ان احنا نلعب عمرو القط من اول مباراه، ولد صغير 2005 ودي اول مباراه ليه، انك انت بعد كده بقى الشوط الثاني بتنزل خطاري وبتنزل ابراهيم عبد العال وبتنزل كتكوت، عدد من الولاد الصغيرين دول مستقبل النادي. بس زي ما قلت لك محمد لازم تجيب لعيبه صح. تقدر تتحمل الضغط ويبقى الكواليتي بتاعها عالي صح. جدا تقدر تتحمل الكلام ده ان شاء الله. وزي ما بنقول بلغه الكره كده كابتن حمد، انت محتاج 2-3 خبرات يشيلوا الفرقه طبعا، يشيلوا طبعًا. الفرقه ده انت ده اللي انت محتاجه اكتر. انت عندك الشباب ما شاء الله زي الفل، وعندك لعيبه اصلا كويسه جدا، عندك يعني اكتر من 4-5 لعيبه موجودين معاك زي الفل طبعًا. مش عشان ما انساش اسماء حد، لكن انت محتاج 2-3 بقى تقل يشيلوا الفرقه معاك. ده المهم جدا ده يا ابو حميد زي ما بقول، اللي هي الخبرات وان هو يقدر يتحمل الضغط، انه يلعب تحت ضغط جماهير النادي الاسماعيلي اللي هي المحبه جدا للنادي. ففعلا لازم اللعيب يبقى قادر في كل ظروف المباراه يقدر يتحمل الكلام ده ويقدر يشتغل ده صح. ويقدر يبقى جوه التنظيم شغال من غير قلق ومن غير اي حاجه ان شاء الله، تبقى الكواليتي بتاعها للنادي الاسماعيلي ده المهم جدا يا محمد. ومنها فيها استثمار برضو وانت بتشتغل وبتبني يعني حاجات كتيره محمد، حاجات كتيره صح. الله يا رب صح. يا رب ان شاء الله يبقى ربنا يوفقكم ونقدر نعمل ربنا يوفقكم. انتوا جهاز فني محترم جدا حبيبي، انتوا جماهير محترمه وراكم، لعيبه ان شاء الله باذن الله تقدروا ترفعوا الايقاف وتيجي لعيبه ويرجع الاسماعيلي تاني لمكانته المنافس التقليدي القوي للاهلي والزمالك ان شاء الله يا رب. شكرا اشكرك كابتن حمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاسماعيلي، بشكرك.